السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في شباب فريق إبداع تميز. النهاردة أنا هشرح إزاي تعمل توزيع أيزو على السي دي على الفلاش بتاعتك، بمعنى إيه تخلي الفلاش بوتيبل وتشتغل من خلالها بالتوزيع بتاعتك. لازم يكون عندك توزيع لينكس بصيغة أيزو. أوكي، انا عندي نسخه مينت لينكس اللي هشتغل عليها، وعندي فلاش 4 جيجا. اوكي، دي متطلبات الشرح، وفي برنامج بينزل مع التوزيع هنستخدمه. اوكي، طبعا زي ما انتم شايفين كده الفلاشه مليانه، لازم نفرمطها. هنستخدم برنامج اسمه بارتيشن اديتور. هخش على الفلاش الاول زي ما انتم شايفين، هندوس كليك يمين ان اموتد عشان نعرف نفرمط الفلاشة، وبعدين كليك يمين، وبعدين فورمات هنعملها في 32. اوكي، هندوس ابلاي، هيبدأ هنا فرمط الفلاشة بتاعتنا. اوكي كده خلاص خلص، هندوس كلوز. كده كله تمام. اوكي، هنقفل الفلاشة. هنشيل الفلاشة وندخلها مرة تاني عشان تتري، او ممكن نعملها من خلال سطر الاوامر، بس انا افضل ان احنا نشيلها ونركبها تاني عشان يتعمل لها اموتد عكس الان اموتد اللي احنا عملناها قبل ما فرمت. اوكي، اتقرد الفلاشة تمام كده. اوكي، هنروح سيستم ادمينيتورز كاريت اي يو اس بي ستارت اب ديسك، او ده البرنامج اللي هنستخدمه. هنروح others، هنختار التوزيع اللي عندنا، operation system. ترى اوكي زي ما انتم شايفين كده، دي هناخد منها. انت عايز المساحة الفاضية تبقى قد ايه من الفلاش؟ اوكي، حسب ما انت عايز بالظبط. يعني مثلا نقول له 2 جيجا للتوزيعة، وخلي جيجا لل عشان نحط عليها حاجات عشان ما نضطرش تبقى الفلاش عديمة القيمة، يعني تبقى عملية الستارت اب بس، و تقريبا نصصها يعني، بس هي ما تقلش عن جيجا يعني عموما، عشان التوزيعات معظمها في 600 أو 700. اوكي، يعني كفاية على جيجا ونص. اوكي، بعد كده ندوس ميك ستارت اب ديسك، هيبدأ العملية، تاخد بعض الوقت طبعا. هوقف الشرح لحد ما تقرب تخلص، وبعدين نكمل نشوف هنعمل ايه. خلاص كده زي ما انتم شايفين قرب يخلص. وبعد ما يخلص الزرار كريزة دي installation is complete، you may now reboot your computer with the USB thumb drive and the rest to boot Ubuntu. معناها ان دلوقتي تعمل restart، وبعد ما تعمل restart تحدد ال USB بتاعك عشان تتم عملية الاقناع من خلاله. اعتقد كده يكون الشرح نال اعجابكم، مع تحيات فريق عمل فريق الإبداع والتميز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.